بسم الله. كان يعيش في أحد الغابات أسد مغرور يتكبر على جميع الحيوانات من حوله. وفي يوم من الأيام كان الأسد نائما في عرينه، وكان الهدوء يعم المكان حتى استيقظ من نومه فجأة على أثر سقوط فأر على إحدى قدميه الأماميتين. اضطرب الأسد وقام غاضبا، لكنه عندما اكتشف أنه فأر أمسك به وبكل سخرية قال له: ألا تعلم أن ملك الحيوانات نائم؟ كيف تجرأت ودخلت عرينه؟ فشعر الفأر بالخوف والذعر الشديدين، وأدرك أن مصيره هو الموت المحتوم، وأن الأسد لن يرحمه مهما توسل إليه. تمالك الفأر نفسه وقال: يا سيدي جلالة الملك، إني أعلم قوتك العظيمة وسلطانك، وأنا فأر صغير، لا يليق أبدا بملك عظيم أن يقتل فأرا صغيرا حقيرا. وفي استخفاف شديد قال الأسد: ولماذا أتركك وأنت أيقظتني من نومي؟ فرد الفأر: ارحمني واتركني هذه المرة، واعلم يا سيدي أنه ربما تحتاجني يوما. قلقاه الأسد بعيدا وقال: سأرى كيف يحتاج ملك الغابة إلى من هو مثلك أيها الفأر. وبعد أيام كان هناك صياد يسير في الغابة يصطاد الحيوانات، وفجأة سقط الأسد في شباكه. زار الأسد بكل قوة فاضطربت كل حيوانات الغابة فزعا، لقد خافوا جميعا عندما سمعوا زئيره، وما إن سمع الفأر ذلك حتى انطلق نحو مصدر الصوت. عندما وصل الفأر وجد الأسد حبيسا في شبكة الصياد، فقال له على الفور: الآن علمت أن الملك مهما بلغت قوته وعظمته لن يتمتع بالحياة والحرية دون معونة الصغار الضعفاء. بدأ الفأر يقرض الشبكة بأسنانه وبكل قوته حتى قرض جزءا كبيرا، فانطلق الأسد من الشبكة وهو سعيد لأنه نجا من الصيد، وهو يقول في ندم وأسف شديدين: كل كائن يحتاج إلى غيره، وأشكرك أيها الفأر الصغير، فلولا صغر حجمك ما كنت نجوت. علم الأسد أخيرا أنه وإن كان ملك الغابة إلا أنه في حاجة للأقل منه، لأنه مهما كان الحجم أو السلطة سأظل أحتاج للأصغر والأقل.